مرحبا. تخدير أي أنستيزيا. جراح هو الطبيب اللي بيقوم بالعملية، بينما مسؤولية صحة المريض تتعلق أكثر خلال العملية بطبيب التخدير اللي بيتحكم بضغط وسرعة الدم وبالتنفس طول مدة العملية. البنج ممكن يكون موضعي أي لوكال أنستيزيا للقيام بعمل جراحي صغير وسريع، أما بنج الموضعي مع تنويم أي سيديشن هو للحالات الأكبر بس لوقت زمني محدد منه طويل. بيقوم طبيب التخدير بإعطاء مخدر بالعرق تيرخي المريض وينومه بس من دون بنج عام، بهالحالة بيكون المريض نايم وما بيحس بالوجع ولا بيتذكر شيء. البنج النصفي أو إبرة الظهر لما المريض بيضل واعي بس ما بيحس بوجع من البطن ونزول، مثل عملية الولادة، شد البطن أو عملية للإجرين. وفيها تكون سباينل أي التخدير الشوكي بس بتخدم لمدة ساعتين، أو الإبيدورال اللي بتدوم لفترة أطول. أما البنج العام فهو تخدير بالعرق وبماسك النيتروس والأكسجين، فبيكون المريض غايب عن الوعي كليا وما عم بيحس بشي ومحطوط على التنفس الاصطناعي حتى يوعى، وممكن تدوم العملية لساعات طويلة حسب صحة المريض. البنج ممكن يكون مزيج لأكثر من نوع بنفس العملية. خطورة البنج هي ذاتها إن كان موضعي أو عام، والخطر بيتعلق بصحة المريض والأمراض المزمنة الموجودة، بالإضافة إلى مراقبة طبيب التخدير للتنفس، ضغط وسرعة الدم خلال العملية، وخصوصا أنهم بيتأثروا بأدوية كتيرة. صحتكم مهمة بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تيب جديد. تشاو.